يسعد ايامكم غوالي، وان شاء الله رب تكونوا بالف الف الف خير. مسلسل الهيبة، هالمسلسل اللي كسر الدنيا وسبق كتير مسلسلات انعرضت بشهر رمضان. طبعا النجم تيم حسن اللي عودنا دايما على مسلسلات الرومانسية والاكشن والتشويق، واللي ابدع بدور جبل وخلانا ولأول مرة نحب ونتعاطف مع المجرمين اللي خارجين عن القانون. يا اخي هذا تيم حسن، ما هو حي الله ما تهكلوا لنا. كمان بهالمسلسل اكتشفنا ممثلين نجوم جداد مثل الممثل أويس مخللاتي اللي اخذ دور صخر، مع انه عنده اعمال تانية بس ما نعرف فيها مثل هالمسلسل. يعني صار معه مثل ما صار مع النجم مصطفى الخاني، كمان كان في عنده كتير مسلسلات بس ما لمع نجمه الا بمسلسل باب الحارة وبدور النمس. احلى عقيد والله، هلا والله، حي الله لعيونك يا عقيد يا كبير. ايه والله هالرابع شدادة. وانا بعتقد انه اسم صخر رح يبقى ملازمه لمدة طويلة، مثل ما اسم جبل رح يبقى ملازم لتيم حسن لمدة طويلة. فعلا هالمسلسل كامل مكمل، وبرغم بساطته وبرغم انه ما فيه خطوط درامية كتيرة وبرغم انه احداثه كتير قليلة، بس انا متأكد انه الممثلين هن اللي حببونا بهذا المسلسل، وخصوصي بوجود القامة الكبيرة بالتمثيل الفنانة الرائعة منى واصف، والوسيم تيم حسن، والجميلة نادين نجيم. وكالعادة بكل مدة تطلع لنا موضة وصرعة جديدة، والموضة هلا عند الشباب انه يعملوا شعرهم ودقنهم مثل صخر او جبل، مثل الموضة اللي طلعت اثناء عرض مسلسل الاسطورة للفنان محمد رمضان. كمان بوقتها كل الشباب صار تعمل نفس دقن محمد رمضان. برمي هالمنخار هالعيون مش مثل هديلة اللي عندي، اتسحرته واخدته جبل. ايه حبيبي، اي صح، انا عند الحلاق وبزبط الدقن. عم تحلق دقنك؟ طب حبيبي احلق دقنك مثل تايم حسن. تايم حسن؟ سوي تايم حسن. الفرق بين الراجل والمرأة غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعي يا تسوي. وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخله. الله يسلمك. عمرك شفتي جبل بيتخبى؟ لله في خلقه شؤون. ما تهكلي للهم، ما تهكلي للهم، لا تهكلوا للهم، لا تهكلوا للهم. ونرجع لمسلسل هيبه مره تانية، واللي من خلاله عرفنا انه مو كل المجرمين مجرمين، بالعكس في مجرمين عندهم مرجلة وشهامة ورحمة ورومانسية، مثل ما شفنا جبل بكتير مواقف ومشاهد مرئة في المسلسل. يعني تصور مثلا انه انت تموت على ايدين جبل تيم حسن هين الشباب، او تصوري انك تنخطفي وتعرفي انه زعيم العصابة هو جبل وهيل الصبايا، اكيد شي حلو ما هيك؟ يعني بتنخطفي وانت مطمنة وبالك مرتاح انه زعيم العصابة حنون كله رومانسية وحلو. ما تهكلوا للهم. والنهاية أنا ببعت تحية كبيرة لكل طاقم العمل، وعلى رأسهم طبعا النجمة الكبيرة منى واصف، والنجم تيم حسن، والنجمة نادين وأويس وشاهين، والكل والكل كلهم ما قصروا، كلهم أبدعوا حتى يفرجونا هيك مسلسل رائع. طبعا ما رح أنسى الشركة المنتجة اللي وعدتنا أنه في جزء تاني للمسلسل رح ينعرض السنة الجاي برمضان 2018. وهيك بتكون حلقتنا خلصت. إذا مالك مشترك بالقناة هلا انزل اشترك بالقناة واضغط على جرس الإشعارات حتى يصلك كل شيء جديد بعمله أول بأول. وطبعا بتشرفوا قناتي المتواضعة اللي رح تكبر فيكم. شوفكن بخير، ويا رب دايما اشوفكن بخير. سلام. اكتر ناس عرفوا الصح مني لعملوا غلط. اذا كنت في اليوم حطوا لايك.